ونبقى كويتياً، وهناك أكدت مصادر نيابية لصحيفة الرأي أن تحركاً حكومياً يقوده أكثر من وزير شرع في استطلاع آراء النواب بشأن تشريع حكومي. إذن هذا التشريع تصدى للحسابات التي عمدت إلى إثارة الإشاعات والفوضى. وكشف أحد النواب أن فكرة الاقتراح تعتمد على حظر الحسابات المسيئة لفئات المجتمع لأنها تقوض الأمن الاجتماعي وتشيع الفوضى، وفي المقابل سيساهم الاقتراح في حماية أصحاب الحسابات المعلنة. وهذا الاقتراح طالب أيضاً بضرورة تفعيل دور هيئة الاتصالات من خلال حجب كل حساب وهمي يتداول الأخبار العامة ولديه متابعين.